الله صباحكم متابعينا اينما كنتم. اليكم نشره الاحوال الجويه في المملكه. الاجواء اليوم تكون مستقره في كافه المناطق عدا اجزاء محدوده في المناطق الشماليه من العاصمه الرياض اداريا، اي محافظه الرياض وبالقرب من المجمع. تظهر كميات من السحب وربما تهطل زخات خفيفه محليه من الامطار في تلك المناطق، ولكن الاجواء مستقره في كافه مناطق المملكه ودرجات الحراره مرتفعه بحيث تسود اجواء حاره نسبيا، تكون حاره بشكل لافت فوق بعض مناطق غرب المملكه بما فيها منطقه مكه المكرمه بمشيئه الله تعالى خلال ان شاء الله يعني ساعات نهار هذا اليوم. في العاصمه الرياض اليوم درجه الحراره العظمى متوقعة تصل إلى 30 درجة مئوية، والأجواء غالبا صافية بوجه عام. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة، والصغرى إلى القادمة نبدأها شمالا من إسكاكا 30 إلى 19، عرعر 27 إلى 8 إلى 18، في تبوك من 31 إلى 19 درجة مئوية. 37 درجة مئوية متوقعة في مكة المكرمة والصغرى 25، والأجواء حارة 30 إلى 26 في جدة، 34 إلى 21 في المدينة المنورة، و28 إلى 18 في منطقة الطائف. في جنوب غرب المملكة تكون في جازان 38 إلى 25، في أبها 25 إلى 14، وفي الباحة من 22 إلى 14 درجة مئوية. شرقا في الإحساء تكون 31 إلى 16، في الدمام من 28 إلى 17، وفي حفر الرباط من 28 إلى 15 درجة مئوية. أما في المناطق الوسطى فتكون في العاصمة الرياض من 30 إلى 16، في بريدة من 30 إلى 17، وفي حائل من 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى لين حوالي 15 درجة مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اليوم. المزيد من التفاصيل حول المنخفض الجوي الخماسيني الذي سيؤدي إلى اضطرابات جوية حادة في المملكة خلال يومي الخميس والجمعة والسبت ستكون في نشرة جوية خاصة، والحديث أكثر بشكل موسع عن العاصفة الرملية المرتقبة حينها تتشكل يوم الجمعة، والتي قد تكون إقليمية الطابع قوية وتكون الأقوى منذ عدة أو فترة طويلة. إذن أتمنى لكم جميعا نهار سعيد متابعينا أينما كنتم. إلى اللقاء.